ومعنا لمزيد من التفاصيل السيد أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ. أهلا بك سيد أسامة. بداية، وزير الخارجية الكازاخي أعلن اختتام مفاوضات أستانا الستة وذلك بشأن سوريا وأكد نجاحها أو نجاحها. كيف تقيم مخرجات أستانا الستة؟ هل كانت بحجم تطلعات المعارضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الاستانات كلها كانت عبارة عن مصائب على الشعب السوري المنتفض العظيم وعلى الثورة السورية وعلى سوريا كوطن وكمستقبل. الحقيقة الاستانات الستة كانت تتعمد فيها قوى العدو مختلفة، يعني كل التحالف الذي فيه إيران وفيه روسيا والميليشيات، يعني كانوا يتعمدون أثناء الاجتماعات أن يكون خرق للهدن والاتفاقات السابقة، وكان بعد كل استانة مصيبة كبرى. الاستانة الستة بعدها الاتفاق الذي هو المصيبة الكبرى لهذه الاستانة السادسة، الحقيقة هي مصيبة كبرى. الاتفاق الذي طفى وانتشر وصدر الحقيقة فيه الكثير من الأشياء المؤلمة التي تنبئ بشر عظيم، ليس فقط فيما يخص إدلب والمناطق المحررة المجاورة لإدلب، وإنما ما يخص الثورة السورية المباركة. طيب برأيك يعني إذا سمحت لي بقضية إدلب، إدلب دخلت بحسب بيان الأطراف الضامنة ضمن مناطق خفض التصعيد، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة بداية لوقف شامل لإطلاق النار لا سيما مع دخول قوات مراقبة إلى إدلب؟ يا سيدي، يجب علينا أن نذكر للمشاهد الكريم أن كل المناطق خفض التصعيد هي هدفها عودة النظام إلى هذه المناطق. بشار الأسد في خطابه قال بوضوح أن هذه المناطق لن تكون لها هذه الصفة بشكل دائم، إنما هي مؤقتة لحين عودة ما أسماه بالسلطة وسلطة الدولة وهي سلطة النظام الغاشم. لذلك هذه كلها المناطق خفض التصعيد، الهدن وإطلاق النار إلى آخره، هي عبارة عن ترتيبات روسية من أجل يعني قضم الأرض وتجميد جبهات لنقل القوات إلى جبهات أخرى. وأنتم تعلمون أن ما يسمى بالجيش السوري مع الميليشيات كلها توجهت اتجاه الشرق، كان لابد من تجميد كامل في مناطق حول دمشق وفي مناطق جنوب شمال حماة وفي مناطق أخرى. هذه خطة التصعيد غرضها عسكري لصالح العدو وليس طيب لها أي فائدة لا للمدنيين ولا للعسكريين في جانب الثورة. يعني هل تتوقعون أن يكون هناك التزام من قبل النظام السوري أو نظام بشار الأسد بوقف إطلاق النار؟ يوم الأربعاء الماضي قصف بلدة الدامة بإدلب، هل ستكون روسيا أكثر جدية من أي وقت مضى؟ لا يوجد التزام، لأن الأطراف المعادية متعددة. نعم. وممكن أن يعزون ذلك ويبررونه بأن هناك ميليشيات، هناك يعني تداخل في الأوامر وفي مركزية القيادة، خلل إلى آخره. لكن هذا في النهاية هذا خلل في الدائم في وقف إطلاق النار هو متعمد ومعلوم لدى الروس ومتوقع. طيب. لذلك قضية قضم الأرض ودخول النظام واجتياح المناطق هذا مستمر في كل المناطق التي يعني اتفق عليها بين قوسين على خط التوتر والتصعيد. نعم سيد أسامة، ملف المعتقلين لماذا أصر النظام على تأجيله ولماذا لم تضغط الدول الضامنة في حل هذا الملف والإفراج عن المعتقلين؟ هذا في أمر مخزي للغاية أيضا، يخص الذين يعني قبلوا بأن يؤجل هذا الملف ولا يفتح للمرة السادسة. هم في الحقيقة في كل مرة كانوا يضعون ورقة المعتقلين ويتم تعليقها، وعلقت هذه المرة للمرة السادسة. هذا أمر مؤلم. والنظام على فكرة في المرة السابعة كان من المفترض أن تكون السادسة هي الختامية، ولكنهم أشاروا إلى الستانة السابعة في لأمور أخرى تتعلق بالمعتقلين وغيرها. ولكن النظام مستعد تماما لهذا الملف بإدخال الذين سيفتحون هذه الورقة، إدخالهم بنفق وبنفي وجود كثير وآلاف مؤلفة، عشرات الألوف من المعتقلين سينفي وجودهم وسيدخلهم بتفاصيل لن يخرجوا منها بسنين هذا الملف. وتذكروا قولي، سيدخلهم بتفاصيل وتعقيدات لن تنتهي بسنين. في سؤال الأخير معك سيد أسامة، في الحديث عن الموقف الروسي، كيف سيكون مصير المعارضة المسلحة؟ ألكسندر لافرنتيف رئيس الوفد الروسي بأستانا قال أن الجهود ستوجه لمحاربة الفصائل التي ستقاتل قوات النظام بعد الانتهاء من تنظيم الدولة والمعارك معه. برأيكم كيف سيكون موقف المعارضة المسلحة؟ طبعا هذا داعش، نحن نستثني داعش، سنقول قول واضح. وأنا متأكد من القادة الميدانيين على الأرض في أغلبيتهم الساحقة، أي فصيل سيعلن أنه يريد قتال فصيل آخر غير داعش فسيكون فصيل خائن.
لأن البندقية يجب أن تتوجه اتجاه النظام واتجاه العدو، وهذا أمر واضح تماما متفق عليه. أي احتراب تشارك فيه الفصائل ستعتبر جزء من العدو، هذا أمر بهذا الشكل. وطبعا الروس يريدون مشاركة هذه الفصائل ضد الفصائل اليوم، أمر مهم للغاية اسمح لي. هم لا يقولون فقط أن الفصائل المنتمية لتحرير الشام، لا، هم يقولون كل من يريد ويصر على تغيير النظام منذ هذه اللحظة سيعتبر متطرف ويضرب، يعزل ويضرب. ومن يساهم بعزل الأطراف التي تواجه النظام ويضربها أو بضربها سيكون عدو كجزء من المنظومة المعادية للثورة السورية وللوطن. وضحت الفكرة سيد أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، شكرا جزيلا لك.